تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطابعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد، كيف تهزم دولة نووية في 5 دقائق؟ باكستان الدولة النووية الإسلامية الوحيدة، أو هي الدولة الوحيدة اللي أغلبيتها من المسلمين وتمتلك قنبلة نووية. لكن باكستان اللي البعض بيشوفها خطر على بعض الدول، هي في الواقع بقت خطر على نفسها، بقت باكستان ضد باكستان نتيجة الإرهاب الأسود. الإرهاب ده هزم القوة النووية الباكستانية، بدل باكستان بتبقى نموذج في التنمية والتقدم والاستقرار، إنها الدولة الإسلامية النووية الوحيدة في العالم، للأسف بقت عنوان على أحداث إرهابية متلاحقة. يوم الخميس اللي فات مولد لأحد الصوفية في إقليم السند، ويوم الخميس الليلة الكبيرة في المولد، فالناس راحوا علشان يحيوا هذه الليلة أو هذا المولد لهذا الصوفي الكبير اللي هو في إقليم السند ضريحه. إرهابي دخل، وصل إلى الضريح، فجر المكان، مات 90 شخص. تخيل حادث، 90 قتيل و300 مصاب وجريح في حادث واحد. يعني الناس رايحين يحتفلوا بليلة صوفية، أيا كان موقفك العقيدي أو الفكري أو الفقهي من الموضوع، ده جدل ونقاش. إنما يروح هذا الإرهابي اللي تنظيم داعش تبناه ويروح يفجر الضريح بالناس اللي في المولد في الليلة الكبيرة، فيموت 90 في ثواني، تقريبا 5 ثواني كان الانفجار بدأ وانتهى، فتسعين قتيل في ثواني و300 جريح. الأسبوع ده لوحده في أكتر من عملية تفجير. الأسابيع اللي فاتت، الشهور اللي فاتت، السنين اللي فاتت، باكستان بقت بلد صعبة جدا، كل شوية بنلاقي فيها حادث إرهابي وفيها تمدد للتيارات الدينية المتطرفة، من طالبان باكستان لطالبان أفغانستان اللي بيعدوا من الحدود. يعني حاليا باكستان أغلقت الحدود وقالت إن الإرهابيون دول جايين من أفغانستان اللي إلى جوار باكستان. إحنا على الخريطة الاتنين منطقة صعبة جدا كده، بنلاقي هنا باكستان وهنا أفغانستان، عفوا هنا أفغانستان وهنا، مظبوط، هنا أفغانستان وهنا باكستان. فهم بيجوا بقى منين كده في هذا الاتجاه؟ فهم قفلوا الحدود النهاردة على دول عشان ما يجيش تنظيم القاعدة وحركة طالبان وتنظيم داعش وما إلى ذلك إلى هذا الاتجاه. كل شوية بقى يا إما أحداث داخل باكستان نفسها، يا إما ناس جايين من أفغانستان إلى باكستان. يبقى عندك دولة نووية قوية اللي هي باكستان، كانت ممكن تكون حاجة عظيمة جدا في العالم، إنما التطرف الديني والإرهاب خلى هذه الدولة النووية في حرب استنزاف مستمرة. وزارة الخارجية الباكستانية طلعت رقم مفزع. عارف حضرتك كام واحد قتل في باكستان في السنوات الأخيرة من جراء الإرهاب؟ عارفين حضراتكم كام واحد؟ 60,000 قتيل، أكتر من كل ضحايا الحروب المصرية مع إسرائيل، أكتر من كل شهدائنا في جميع الحروب. تخيل لما يكون الرقم 60,000 قتيل في باكستان النووية، مش نتيجة حرب مع دولة أخرى، إنما نتيجة هؤلاء المتخلفين المتطرفين الذين يأخذون حرب استنزاف ضد الدولة الباكستانية. صرفوا كام مؤخرا؟ وزارة الخارجية الباكستانية بتقول 11 مليار دولار. إذن دولارات ترمي على الأرض، سلاح وجيش وشرطة ومقاومة ومحاولة ان هم يقبضوا على الناس، 11 مليار دولار مش كان اولى بيها ملايين المسلمين اللي تحت خط الفقر؟ مش اولى بيها ملايين المرضى اللي مش لاقين علاج في مستشفيات المسلمين في كل الدول الإسلامية؟
مش أولى بها تلاميذ في التعليم، مش لاقين مصاريف الدراسة أو تخت في المدارس، لكن 11 مليار دولار في سنوات قليلة جدا في دولة واحدة اللي هي باكستان علشان مقاومة التخلف والتطرف، وستين ألف قتيل، رقم خرافي. إذن أنت في كم عملية، كل عملية ثانيتين، ثلاثة، خمس ثواني، سبع ثواني، عشر ثواني، لو جمعت خمس دقايق يبقى ممكن الستين ألف دول ماتوا في خمس دقايق تقريبا أو أكتر من كده بحاجة بسيطة. فأنت هزمت دولة نووية بستين ألف قتيل في خمس دقايق تقريبا من الأحداث والتفجيرات. التطرف خطر على كل دولة إسلامية. هنا يقول لك النظام كذا، في تركيا يقول لك النظام كذا، في باكستان مهما تعمل نظام إذا ما كانش هؤلاء الجهلة هم اللي في السلطة يبقى أي نظام كافر أو علماني أو منحرف أو خارج عن الإسلام. وعموم المسلمين ما لم يكونوا من هذه الجماعة أو هذا التنظيم فهم مشركين أو خارجين أو مهرطقين أو خارج السياق الإسلامي. فكل يوم بنلاقي صدمة في عاصمة إسلامية، كل يوم بنلاقي نكبة في دولة إسلامية، لغاية دلوقتي نلاقي باكستان 60,000 قتيل في عملية واحدة في ثواني، في مولد 90 قتيلا في أقل من 5 ثواني في باكستان. 2، أمريكا في الخليج، خرافة الاستيلاء على النفط. تكلمنا قبل كده مع حضراتكم أن في فرضية شائعة أو نظرية شائعة أو تفسير شائع أن أمريكا موجودة في الخليج علشان خاطر البترول، علشان تستولي على النفط. وقلنا قبل كده أن الأرجح أن ده كلام مش مظبوط، لأن كل بترول العراق زي ما قلنا قبل كده من أوله لآخره لغاية ما يجف كان يجيب تريليون دولار، 1 تريليون دولار، تبقى للرقم اللي عرضه صدام حسين على بوش الابن واللي قاله لي محمد سعيد الصحاف اللي كان وزير إعلام صدام حسين، إلا أنه تبقى لدراسة جامعة هارفارد 4 تريليون دولار اتصرفوا، والبترول لسه أغلبه زي ما هو. طب في حد عاقل يصرف في حرب 4 تريليون دولار من الخزانة الأمريكية علشان بترول لما ينتهي تماما مش هيجيب تريليون دولار؟ يبقى إذن في موضوع تاني غير البترول. وقلنا أيضا إن الرئيس ترامب هو أول رئيس أمريكي يقول رقم مفزع، قال 6 تريليون دولار، 6 تريليون دولار، التريليون 1,000,000,000,000 أو 1,000,000,000,000، 6 تريليون دولار، ده رقم اللي دفعته أمريكا في الشرق الأوسط بدون ما تاخد طبقا لترامب بير نفط صغير. ده معناها ان 6 تريليون دول اتصرفوا وامريكا ما خدتش ولا بير. ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. النهاردة وزير الدفاع الامريكي في بغداد قال نفس الكلام، قال احنا مش موجودين في العراق، قال ان الجيش الامريكي مش موجود في العراق علشان يستولي على ابار النفط. امريكا بتشتري بفلوسها، بتاخد النفط او الغاز بمقابل، أمريكا تدفع مقابل النفط والغاز، والجيش الأمريكي مش موجود في العراق ولا في المنطقة من أجل الاستيلاء على النفط. ده كلام وزير الدفاع الأمريكي. لما تركب بقى الصورة كلها إن الاقتصاد اقتصاديات النفط مش سبب، وإن كل بترول العراق بالرقم اللي كان عرضه صدام ما يجيبش تريليون وأمريكا صرفت 4، وبعدين جاء ترامب قال لا صرفنا 6، وزير الدفاع بيقول احنا مش جايين عشان البترول، احنا بندفع ثمن اي بترول، يبقى اذا الكلام ده معناه انه فكرة ان امريكا موجودة عشان النفط مش فكرة اساسية. لابد نفكر في حاجات تانية. ليه امريكا موجودة في المنطقة؟ ليه هي اللي شجعت صدام حسين على غزو دولة الكويت الشقيقة؟ ليه هي اللي بعد كده أبقت على نظام صدام حسين؟ اللي هي قامت بغزو العراق بعد كده وضربته باليورانيوم المخضب وأخرجت العراق من التاريخ. ليه أمريكا بعد كده تبقى لجون ماكين وآخرين لم تحارب تنظيم داعش وعملت تحالف من عشرات الدول علشان تنظيم محدود وتقعد سنوات دون أن تهزم التنظيم؟ يبقى الموضوع فيه إن كما يقال في
في اللهجة المصرية أو في الثقافة المصرية، ما هي إن؟ ما هو السر؟ ليه البترول سبب كافي؟ وقلنا بالمنطق دراسة هارفارد، الرئيس ترامب، وزير الدفاع الأمريكي، عرض صدام حسين لبوش الابن، ده نقاش يقفل احتمالات إن النفط وحده هو السبب. طب إيه السبب؟ ليه أمريكا موجودة؟ وليه عملت كده في العراق؟ وليه عملت كده في المنطقة؟ وليه تواطأت مع داعش في النظم السابقة في حكم البيت الأبيض؟ ما هو السر؟ إذا لم يكن النفط، فما هو السبب في وجود أمريكا في المنطقة؟ إذا لدينا كلام حاسم من الرئيس ترامب، 6 تريليون دولار في الشرق الأوسط بدون بير صغير، وكلام حاسم من وزير الدفاع الأمريكي، الجيش الأمريكي ليس موجودا من أجل الاستيلاء على النفط. إذن لماذا يوجد الجيش الأمريكي في المنطقة؟ 3. الهند تذهل العالم بإطلاق أكثر من 100 قمر صناعي بصاروخ واحد في نصف ساعة. الهند بتبهر العالم. قبل كده لما الهند قالت هنوصل الفضاء وهنوصل المريخ، نيويورك تايمز عملت كاريكاتير بتسخر من غاندي والمعزة بتاعت غاندي والبقرة الهندية، هل معقولة الناس دول يقدروا يوصلوا المريخ ولا لا؟ دلوقتي الصحف الهندية بتسخر من نيويورك تايمز وأمريكا علشان هم فعلا بقوا قوة عظمى في مجال الفضاء. الهند بدأت قبل مصر، بدأت قبل الهند، ومع ذلك الهند سبقت مصر. احنا بدأنا التفكير في الفضاء والتفكير في السلاح النووي من بدري، بلاش نقول السلاح النووي، في الطاقة النووية من بدري، من أيام مصطفى مشرفة في الثلاثينات، ومصر بتفكر في موضوع الذرة وموضوع تقسيم الذرة وموضوع العالم النووي. ومع ذلك كتير من الدول سبقت وإحنا تأخرنا عقود طويلة عن هذا المضمار. برضو إحنا قبل الهند بدأنا الكلام عن أول قمر صناعي مصري وعن وجودنا في الفضاء، لكن تراجعنا كثيرا، والهند دلوقتي بقت معجزة في هذا الإطار. العالم كله في سباق. سنة 1957 أول قمر صناعي في العالم، سبوتنيك، اللي هو القمر السوفيتي، ده أول قمر في العالم. يعني سنة 56 مفيش حاجة اسمها قمر صناعي. أول مرة البشرية تسمع عن إطلاق قمر صناعي كان سنة 1957. 58 الأمريكان أسسوا وكالة ناسا، لازم ينافسوا السوفييت. سنة 66 كان في 6 دول عندها أقمار صناعية. دلوقتي بقى أو 2016 كام دولة عندها أقمار صناعية؟ دول كتيرة بقى عندها أقمار صناعية. الهند اللي كانت ورانا بمسافة وكنا سابقينها بكتير، الهند أبهرت العالم كله. سنة 2014 كان اللي عامل رقم قياسي الروس، كان الرقم القياسي 34 قمر صناعي بصاروخ واحد، والقمر الصناعي بيطلع بصاروخ. تخيل بقى التقدم، مش قمرين ولا 3، ان وصلوا الروس الى 34 قمر صناعي بصاروخ واحد، ده كان رقم قياسي اسطوري. الهنود حطموا الرقم 104. تخيل 104 قمر صناعي الهند تطلقها بصاروخ واحد، شيء اسطوري. بتتكلم انت في 30 دقيقه او نص ساعه يتم اطلاق كل هذا الكم من الاقمار الصناعيه لاكثر من دوله، يعني دول راحت للهند علشان تطلق لها اقمارها الصناعيه. فشوف البلد اللي كانت قبل كده تريقه ومش معقول، والناس بتوع المعيز دول اللي هيوصلوا للفضاء، ونيويورك تايمز اللي بتتريق، دلوقتي هم بقوا فين؟ واللي بيتريقوا عليهم بقوا مبهورين بأدائهم. بس المهم احنا اللي بدأنا قبل كده هم فين دلوقتي؟ الهند نموذج مذهل للتقدم العلمي. لما بلد تقدر رغم الفقر والصعوبات والمذاهب والأديان والدوشة الكبيرة اللي موجودة في الهند تطلق
104 قمر صناعي في 30 دقيقة بصاروخ واحد، احنا لازم نحترم الذي يجري في الهند. 4 حرب الأتراك في ألمانيا، تركيا ضد تركيا. ألمانيا فيها أكبر جالية تركية في العالم، أكتر من 3 مليون تركي في ألمانيا. البعض بيقول إنهم 4 مليون تركي في ألمانيا. المفروض الأتراك اللي في ألمانيا دول بيشتغلوا كالوبي أو جماعة مصلحة أو جماعة ضغط لصالح الدولة التركية، الوطن الأم بتاعهم. إنما الصراع الإيديولوجي والسياسي لما بيستحكم بقوة بينعكس على كل الجاليات اللي في الخارج، وده اللي حصل في تركيا. الصراع بين الرئيس أردوغان وبين فتح الله جولان انعكس على الجالية التركية اللي موجودة في ألمانيا. المخابرات الألمانية النهاردة بتقول إنه في 13 إمام وخطيب من الأتراك اللي موجودين في ألمانيا هيتم إلقاء القبض عليهم نتيجة إن هم أو هيتم سحبهم من قبل أردوغان نتيجة إن هم بيتجسسوا على أنصار فتح الله جولان في المجتمع الألماني. فأنت تخيل بقى الجالية دي هي 3-4 مليون، بدل ما يكونوا قوة لصالح تركيا ولصالح قوة تركيا وتقدم تركيا وتفوق تركيا، بدوات حاليا في حالة خناقة وحالة صراع. مين الفريق اللي مع أردوغان؟ مين الفريق اللي مع فتح الله جولان؟ بقوا أهلي وزمالك، فريقين متصارعين بقوة بدل ما يكونوا منتخب أو فريق واحد لصالح بلدهم. يبقى المجتمع في الداخل بيتفكك نتيجة هذا الصراع بين حركة إسلامية بيقودها أردوغان وحركة إسلامية أخرى بيقودها فتح الله جولان. وهذا الصراع اللي في الداخل بدأ يفتت المجتمع التركي في الخارج. وحاليا بقى مفهوم التجسس التركي في الخارج مش التجسس التركي على دول أخرى أو أعداء وخصوم، إنما التجسس التركي على أعداء وخصوم النظام اللي هم أنصار فتح الله جولان. من المؤكد إن في رؤية شريرة عالمية بتدمر كل دولة إسلامية كبرى على حدة، فدخلت تركيا في هذا المستنقع. وقلنا من شوية باكستان اللي 60,000 قتيل فيها نتيجة الإرهاب، والسعودية حرب باردة مع إيران، وإندونيسيا جماعات متطرفة في إقليم أتشيه وما إلى جواره، بحيث أن كل بلد، طبعا مصر مستهدفة أكتر من الجميع. فيبقى كل هذه الركائز القوية، دولة كبيرة زي نيجيريا يبقى عندها بوكو حرام، دولة أساسية وعاصمة لكل العالم الإسلامي زي مصر تبقى مستهدفة على هذا النحو، بلد زي تركيا يتم هزها من الداخل والخارج بس أنها تنقسم اجتماعيا داخليا وخارجيا على هذا النحو، ودولة زي إندونيسيا تنتشر فيها حركات متطرفة، ودولة زي إيران ودولة زي السعودية يدخلوا في حرب باردة مفتوحة، ودولة نووية زي باكستان يبقى عندها هذا الصراع الحرب اللي كل يوم بيموت 100 و200 و300 نتيجة الأعمال الإرهابية. في سمة شر في العالم يخطط بكل مهارة لإرباك كل دولة إسلامية بقوة باستخدام هؤلاء المتخلفين المتطرفين الذين أنهكوا الدنيا والذين أرهقوا الأمة الإسلامية في كل مكان. 5 إنجلينا جولي تحارب الشيوعية في كمبوديا سنوات الخمير الحمراء. الفنانة الأمريكية إنجلينا جولي موجودة في مملكة كمبوديا في آسيا علشان تطلق فيلمها الجديد اللي عنوانه في البداية قتلوا أبي. الملك استقبلها كويس جدا هناك واداها الجنسية الشرفية، وفي حفاوة كبيرة جدا بإنجلينا جولي في مملكة كمبوديا. كمبوديا دولة مساحتها حوالي 181,000 كيلومتر مربع، يعني أقل من 5 مساحة مصر. والدولة دي دولة يعني فقيرة، أوضاعها مش قوية قوي، الناس يدوب كانوا بيزرعوا الرز وشوية نسيج، والسياحة تنتعش في دولة كمبوديا مؤخرا. إنما البلد الغلبان ده اللي مساحته أكتر من 180,000 كيلومتر مربع كان عدد سكانه سنة 75 7 مليون نسمة، هم حين حوالي 15 كانوا 7 مليون نسمة. 7 مليون دول حظهم إن جاء حزب شيوعي متطرف اسمه الخمير الحمر. الخمير
بالخاء، مش الحمير الحمر، إنما الخمير الحمر. والخمير باللهجة الداخلية معناها الكمبوديين. فالكمبوديين الحمر يعني الكمبوديين الشيوعيين أو الحزب الكمبودي الشيوعي. الخمير الحمر دول منتهى العنف اللي في العالم ومنتهى القسوة اللي في العالم تجاه أهاليهم، بحجة بقى عندنا مشروع وعندنا رؤية وعندنا إيديولوجيا، ومن أجل العدالة ومن أجل المساواة دمروا البلد كلها بحجة العدالة والمساواة. مات كم بقى من 7 مليون؟ الدولة كلها 7 مليون، مات 2 مليون من 7 مليون. رقم مذهل، يعني الشعب كله تقريبا عنده حالة قتل في بيته نتيجة هذا التنظيم المتطرف الحزب الشيوعي والخمير الحمر. دولة فيتنام جنبهم، هم دول متجاورة، غزوا هذه الدولة وأنقذوها من الخمير الحمر. إنما كل الناس اللي عايشة فاكرة الأيام السوداء لحكم الخمير الحمر اللي قتلوا 2 مليون من 7 مليون نسمة في هذا البلد. كاتبة كمبودية صديقة هي الإنجينا جولي عملت رواية بتحكي فيها، رواية واقعية، القصة اللي حصلت بالظبط وإزاي إن أهلها وعائلتها والناس اللي حواليها قتلوا من قبل تنظيم الخمير الحمر. إنجينا جولي قرت الرواية عجبتها، قررت إن هي تخرجها، فراحت أخرجت هذه الرواية كفيلم سينمائي بممثلين محليين وإنتاج محلي وإعداد وتجهيز كله محلي، وإنتجت هذا الفيلم المهم اللي بيتكلم على السنوات الصعبة لحكم الخمير الحمر في كمبوديا. هنا بقى يبقى نمرة واحد إن أي تنظيم إيديولوجي يرفع شعارات براقة مش معناه إن هو صادق. وادي تنظيم قال العدالة والمساواة ولازم الناس يكونوا سواسية والشيوعية هي الحل، وهؤلاء الشيوعيين دمروا البلد وموتوا 2 مليون من 7 مليون. نمرة اتنين، إن أمريكا لا تزال تحارب الشيوعية حتى وهي مهزومة. فده برضه فيلم رغم أنه في إطار أخلاقي طبعا، إلا أنه كمان يجدد الحرب على الفكر الشيوعي ويفكر الناس بأيام الشيوعية. نمرة ثلاثة، إن إنجلينا جولي لما قرت الرواية، أولا قرت رواية مهمة زي ده، عشان برضه ده رسالة للفنانين والفنانات في مصر إنها تقرأ كتاب مهم وصعب بهذا المستوى وتعجب بهذا الكتاب وتقرر إخراج عمل عن هذا الكتاب وتتم هذا العمل وتروح تحتفل بإخراج هذا الفيلم وبدء عرضه في دور السينما في كمبوديا. ثلاث رسائل من هذا الفيلم المهم لإنجينا جولي في كمبوديا عن سنوات الخمير الحمر. محاضرات الطبعة الأولى، الهندسة السياسية مصر والعالم في مفترق الطرق. محاضرة الطبعة الأولى الأربعاء 12 ظهرا أمام السادة أطباء مستشفى قصر العيني الفرنساوي. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالقول